هاي بنا، شو الأخبار؟ فيديو اليوم عين أحدث قصة للشعر القصير. صار الوقت لنبدأ الفيديو، بس بعد الانترو. بنات، رح نشوف في هذا الفيديو جديد قصة الشعر الدارجة لهاي السنة، وعلى غرار كل الفيديوهات حاولت اني اجيب لكم احلى واحدث القصات لكي تتألقوا وتتميزوا بفصل الصيف. قصات رائعة ومميزة من بين احدث القصات للشعر القصير، مشان هيك اتمنى تحضروا الفيديو للآخر. إذا كنتم مستمتعين بالفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة. اكتبوا لي بالكومنت شو أكثر قصة حبيتوا. بتمنى من كل قلبي تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من هذا الفيديو. أشوفكم بالفيديو الجاي، كتير بحبكم.